صباح الخير رندا. صباح النور. اليوم تلاتة واليوم بدك تحضري لنا سلطة اليقطين. مظبوط. انا ولا مرة دايقة سلطة اليقطين لحديت هلا. اول شيء اليقطين بتعرف قديش هو طيب هلا هيدا سيزون كمان، والسلد اللي فيه بتكون كثير كثير طيبة وكثير كثير لها منافع. بس اليوم كمان اكيد المشاهدين ناطريننا حتى نعلن اسم الفائز اما الفائزة بمسابقة بيري لايت. عندنا الفائزة هي جوانا سكر. جوانا فيك تتصلي على مطابخ بيري لايت لتاخذي جايستيك من البوكسز اللي هن الاكل الكامل ليومين كاملين لعندك على الاوفيس او لعندك على البيت. هلا كان السؤال اي في اكثر نشويات، حمص اما الترمس؟ 30 جرام حمص اما الترمس. هلا الجواب كان بديهي انه الحمص هو في نشويات اكثر، فاذا الحمص في نشويات اكثر من الترمس. اليوم انت لاقت مسابقه جديده ستيفاني، واليوم مسابقتنا هو على الكالوري. اي في اقل كالوريز، الرمان اليوم جايبين رمان اما العنب؟ فاذا نفس الكميه لنقول 100 جرام من العنب او 100 جرام من الرمان، اي في اقل كالوريز؟ انا بقول الرمان. انت بتقولي الرمان. يلا نحن ناطرين المشاهدين شو رح يقولوا، واكيد هن رح يكونوا عم يجاوبونا على اللايف ام تي في فيسبوك، وفيهم يجاوبونا على دي سي دي سي رندا دنيا فهد، وفيهم يجاوبونا على بيري لايت هيلث سنتر. وين ما انتم جاوبتوا رح يجي اسمكم عنا ونشوف اسم مين بده يكون. نعمل نسحب القرعه. مزبوط. اليوم كمان شغله صغيره قبل ما نبلش، سلطتنا كثير زعتوره اليوم هينا نعملها. خبريتي رجعنا على ابحاث الميديترينيان دايت. بتعرفي ستيفاني كثير اشخاص بيكون معهم كوليسترول، اول شيء عم يلتجوا له هو حبه الدواء. بقول لك انا بضمن حالي باخذ حبه هستاتين او خير الدواء وبخبص بالاكل. باخذ الدواء وباكل اللي بدي. باكل بدي هلا، وهيدا الشيء بس اوقات بس يعملوا هيك بيعلى كمان طبعاً. اكثر طبعا. وهيدا الشيء حتى الاطباء صاروا لانه عم يعرفوا انه هالشخص محتمل كثير انه يخبص، دغري عم يعطوا الدواء. ولكن هون بهدول الابحاث كان الحكمة عم يقولوا لنا انه لحظه بدكم تتوقفوا ونرجع لنكون عم نعطي اهميه للاكل. فاذا هون مريض السكري عندنا اهميه كثير للاكل اللي بياكله، للرياضه اللي بيعملها، وللمحافظه على وزنه، انقاص الوزن والمحافظه عليه. وتبين كمان انه نحن طب وقتها نحن عم نعمل هالاشياء والاكل المضبوط اللي هو مركز على الميديترينيان دايت اللي هو دايت اما رجيم البحر المتوسط وسطي، تبين انه بس مش بس للقلب عم نستفيد، نحن عم نستفيد ضد الالزهايمر، عم نستفيد ضد الميتابوليك سيندروم، عم نستفيد ضد كمان داء المفاصل. فاذا نحن عم نكون كل جسمنا عم يستفيد، وهون اهميه الاكل. وكان في تسكير كثير صغير على الميديترينيان دايت اللي بيركز على الخضره والفواكه، بيركز على النوتس، ناكل ربع كوب يوميا، على مرتين بالاسبوع ناكل السمك، بيركز على البقوليات اليوم كمان رح نشوفها اليوم، وبيركز طبعا على زيت الزيتون. ومن ضوء كل هالاشياء اللي دراسات طبعا نحن استوحيتي بهالسلطه، نجي على السلطه عندنا 100%. سلطتنا كثير هينه ستيف. يلا يلا نحن رح نبلش نعمله. ما بعرف رح خليني هيك بس حط الجلوفز، بحس حالي أأمن إذا كنت لابستهم. نحن رح نبلش بالروكا، فعندنا 3 كوب من الروكا مثل ما شايفين هون، هيدول الروكا 3 كوب من الروكا اللي هي الروكا البرية هون الصافت، حتى نكون عم نعمل بيد اوف مثل كأنه هون تخت من الخضرة اللي لونها أخضر. فإذا حطينا الخضرة الخضرة. هلا دايما أنا اليوم عندنا التشيري توميتو نص كوب من البندورة الكرزية اللي نحن بدنا نكون عم هيدي بلحية لأنها طويلة. أيوة. في كرزية وهون بلحية، وفيها تكون بيقولوا لها جريب توميتو كمان جاي من قضية العنب. فإذا هون اللون الأحمر الليكوبين بامتياز. بدي أرجع أنا بهيدي السلد اللي كنا عم نحكي الأساسية، سلطة اللقطين. اللقطين ستيفاني شو عامل فيها عظيم. نحن أكيد مقشرينا، حاطين لملعقة صغيرة من زيت الزيتون وشوية بهار وملح، لكن ربع ملعقة ملح ربع ملعقة من البهار، اثنيناتهم يعملوا نص ملعقة، مع ملعقة صغيرة أو 5 جرامات من زيت الزيتون، خلطتهم سوا وحطيتهم بالفرن. ما
مظبوط مشويين بعد ما هن صاروا بهيدا اللون اللي انتم شايفينه بعد ما عملوا هاللمعه بعد ما هن دسيناهم شفناهم صافت يعني صاروا شوي طرايا ساعتها يعني هولي بيكونوا استووا فاذا انا هون عم حط اللقطينات فينا نكون عم نقصهم بهالطريقه فينا نكون عم نقصهم مكعبات طبعا هون كل واحد بالطريقه اللي هو بيحب انه يكون عم بيزين فيها صحن السلطة تبعوله فهولي اللقطينات هلا بدي اعمل اكله كامله بده يكون فيها البروتينات بده يكون فيها النشويات والخضره فهون التجيت للجبنه وحبيت اليوم حط جبنه فتة جبنه الفتة ستيفاني شوي هي جبنه دسمه اكيد دسمتها وشوي مالحه دسمتها ما بتوصل لدسامه لنقول الجبنه الصفراء ولكن لانه شوي مالحه انا اللي عملته ما عاد زدت ملح ب قلب السلطة فهون تقسيمة الفتة رح نحطها حطها هون 30 جرام مش أكتر من هيك وهولي قطعتين كون عم نحطهم فإذا هون صار عندي كمان الفتة اللي نحطت هلأ عم نحكي على رجيم متوسطي عم نحكي على رجيم المليان الياف فاذا ما في انا ما اكون عم بعمل شيء من البقوليات بالبقوليات اخترت اليوم انه اكون عم حط التشيك بيز اما الحمص اللي كنا عاملين عليه مسابقه باري لايت الاسبوع الماضي هيدا نص كوب من الحمص اكيد الحمص مسلوق ستيفاني انا بالبيت بجيب كيس حمص كامل مرة بالجمعة بس لتعرفوا قديش نحن بنصرف حمص بنقعيه بالكربونات؟ أنا ما بحط له كربونات بنقعه قبل بنهار بصير صاف بعدين بحطه على النار بينغلى هيدا صار مغلي وصار عندي كيس كامل طب شو بعمل بهيدا الكيس؟ هيدا الكيس ثانكيو بقسمه أقسام وبحطهم كلهم بغلفهم بحطهم بالفريزر لكن بكيس بحطهم بالفريزر فأنا كل مرة عندي بدي أعمل حمص طحينة بنزل كيس صغير دغري بطحنه وبعمل بدي احط حمص بقلب السلد عندك دائما دائما فريزر معبى حمص بالكبايات فاذا طريقه كثير هينه هلا عم نحط بصل دائما بدي ارجع اذكر بحط بصل لزيد لاهميتها الغذائيه للسلطه او بصل او ثوم بنفس الوقت ستيفاني قديش بشبع البصل والثوم كمان وقت يكونوا اف بتحسي انه بحس بس اكل ثوم بجوع بتجوعي مش بتحسي انت فخدي شوي بجوع بس مش البصل والله في هو مفروض انه يكون شوي بينفخ الثوم والقلسين اللي موجودين وثلج مزبوط حتى نخفف شوي الريحة هلا كمان اليوم عنا موسمنا موسم الرمان فأنا حاطة هون ماشي 20 جرام يعني ربع رمانة صغير ربع رمانة متوسطة فإذا هون أما البري أو البوم جرينيد أما الفريز أما الرمان حتى أكون عم حط كمان فايتو كيميكلز أما المواد الكيميائية اللي هي بدي أسألك سؤال بنص كوب من الرمان قد في كالوريز؟ نص كوب من الرمان اللي هي عم تحكي عن نص رمان صغيرة تقريبا فيها 60 وحدة حرارية اوكي جريت ما كتير وبتفيد اكزاكتلي بس بدنا نخلي هيدا هلا انا هون صارت بتجنن هيدي السلد هلا بهيدي السلد عندي ملعقتين من خل التفاح عم حط اوكي وعم حط مثل ما قلنا زيت حطيت ملعقتين صغار من الزيت او 10 جرامات من الزيت اليوم كريمة بالزيت اليوم مخففة زيت مع انه اليوم في اكيد كنت خفف زيت عن جد فيكم تحطوا ملعقة لانه في شو اسمه في نقطة زيت هون او 5 جرامات وفي دبس الرمان فدائما وقت احط دبس الرمان بخفف مزبوط لانه السكر اللي فيه الحليب اللي فيه بعد عنا 30 سكوند يلا فاذا ما تخافي خلصنا ما تخافوا ابدا يلا فاذا بقى عنا انه نكون عم نخلط هيدي الصوص لنكون عم نحطها عليهم هلا بما انه ما في وقت لكون عم بشرح على حسنات كل شغله بكره انا وبسياق حلقتي انا بكره موجوده لازم احكي عن اللقطين لانه كل الخبريه بدنا نحكي بكره عن اهميه اللقطين ادوما رندا يلا ادوما يلا انا رح كون معك بيرفكت سي يو بريك بتكونوا مع جيت فيت